اختصاصي التغذية أصدقائنا بينصحوا بتناول لتر, لتر ونصف من المياه يوميا للمحافظة على الصحة العامة والوقاية من عدة أمراض لكن مع انتشار نوعيات كثيرة للمياه كالمياه المعدنية والغازية والمنكهة كان لابد لكثيرين أنهم يطرحوا أسئلة حول مدى صحة هذه المياه يعني سنتحدث حول الفرق بين هذه النوعيات وما هو الأفضل منها وكيف يمكننا أن نفرق فيما بينها حديث مفصل مع ضيفتنا اختصاصية التغذية أميمة دراتك أهلا وسهلا فيك يا أميمة أهلا فيكم أهلاً يسعد نهارك ونهاركم يا رب بدايه امما كثير من الاشخاص ممكن يعني ما بيشربوا المياه من مياه الصنبور بيشربوا او بيشتروا المياه المعدنيه انه هي افضل وفائدة اكثر، فما صحت هالشي هلا اكيد المياه المعدنيه افضل مم. عن مياه الصنبور نحكي عن الوضع الحالي، ليه؟ لانه مياه الصنبور الموجوده هي غير مخصصه للشرب اصلا، غير عن مناطق ممكن تكون هي مخصصه للشرب لانه في مواصفات ومقاييس حددتها منظمه الصحه العالميه انه تكون متوافره في المي حتى تكون صالحه للشرب حتى المياه المعدنيه مو دائما صالحه للشرب في بعض التج... في بعض العمليات بيعملوها عليها مثل التنقيه والتصفيه وبيزيلوا منها بعض العناصر المعدنيه اللي موجوده فيها حتى تكون صالحه للشرب هي مش مجرد مي وبيطلعوها وبتكون صالحه للشرب بس في شيء انا حابه اكد عليه انه طبعا نحن حكينا لتر للتر ونص هذا الحد الادنى من شرب المي، لكن للرجال من اثنين ونص ل 3 لتر باليوم وللسيدات 2 ل لخم... 2.5 لتر خلال اليوم، هذا الحد نعم. بدي نلاحظ الحد الاقصى ومنيح، <applause> كثير من الاشخاص ممكن حتى لتر صح. ما بيشربوا صح كلامك، فبنرجع انه المياه المعدنيه هي افضل من مياه الصنبور للشرب مم. في حال كانت طبعا اكيد تطبق عليها المواصفات والمقاييس اللي هي المفروض تكون فيها لت تكون صالحة للشرب طيب شو هي المواصفات والمقاييس فعليا اللي بتجعل المياه المعدنية صحية أكثر من المياه العادية صحيح هلا اول شيء المياه عباره المياه المعدنيه هي مياه بتنزل من السماء بتدخل في جوف الارض، نعم. طبعا في نوعين معدنيه، في معدنيه طبيعيه وفي معدنيه مصنعه، م -م. المعدنيه الطبيعيه اللي بيستخرجوها من باطن الارض سواء ابار او باي شكل وبتتم عمليه الاجراءات اللي هي اكيد التنقيه لانه نحن بنحكي في باطن الارض فما بنعرف الوضع اللي دخلت فيه المي هل هي بيئه كانت نظيفه او معرضه للهرم... م -م. للبكتيريا او دخل لها اي وسط غريب اكيد نحن بنعرف الارض شو بيصير فيها من فضلات الحيوانات او اي شيء بتتعرض له فممكن تكون ملوثه فبتصير عمليه التنقي وعمليه التكرير لحتى تصير المياه اول شيء نظيفه وخاليه من الشوائب ثاني شيء في بعض العناصر المعدنيه لازم تتخفف اللي موجوده مثل عنصر الحديد هلا المي فيها اكيد عناصر معدن اللي هي المعدنيه اللي موجوده فيها مثل الكلور اكيد فيها البوتاسيوم الصوديوم المغنيسيوم فهي لازم تكون منقية وفيها نسب معينه مثلا نفترض ان نحن عندنا اكثر شيء بنركز عليه عنصر الصوديوم منظمه الصحه العالميه اقرت انه المي حتى تكون صالحه للشرب كميه الصوديوم اللي موجوده فيها ما بين ال20 لل150 تقريبا نسبة الصوديوم اللي موجوده فيها إن تجاوزت هذا الحد بتكون غير صالحه للشرب فهذا الريج فمن هون نحن بنعرف انه في مي صالحه للشرب ومي غير صالحه للشرب نجي لماء الصنبور ماء الصنبور عبارة عن ماء أكيد مكرر وفيه نسبة عالية من الكلور أكيد ما حتكون صالحة للشرب في شيء ثاني نحن الصنبور أو اللي نحكي الحنفية أو الأنابيب اللي متمددة لحتى توصل لإلها الماء حتكون مش مخصصة في عملية تنظيف مستمرة في عملية تعقيم فيها تكلسات بتصير فمن هون مستحيل تكون صالحة للشرب اللي هو الاستهلاك البشري إذا ما تجهزت من الأساس لهذا الأساس <applause> طيب إذا أنا بدي أروح على أي متجر اشتري مياه معدنيه، خلي كثير مهم اني اعرف اقرا المكونات اللي جواتها، خلينا نحكي عن المكونات، اللي ممكن هي حتى ما بت يعني بتزيد السكريات بجسمي وبذات الوقت بتحافظ على وزني وبتكون هي مح يعني مهمه وفوائدها مناسبه لجسمي. هلا اكيد نحن بنحكي عن المي العاديه، طبعا هي مواصفاتها ما فيها نكهه، ما فيها لون، ما ايه. لها ريحه، اه. اول شيء في اكيد نقرا على المعلومات التغذويه اللي موجوده فيها، نعم. في عندنا نسبه الصوديوم هي اهم نسبه نحن لازم نركز عليها، هلو. دائما الانسان يلجا نسبه صوديوم اقل، مثلا نحن بنحكي اوكي مسموح لحد ال 150، لكن انا ما اجي اخذ المي اللي فيها 150 ميلي جرام بالعكس انزل لاقل نسبه موجوده موجود فيها 20 او اقل، لا. ليش؟ لانه نحن بنعرف نسبه الصوديوم اللي بيحتاجها جسم الانسان تقريبا 2300 ميلي جرام باليوم، لا. فهو جدا كميه بسيطه جدا، فاذا انا باخذ من المي 175 واصلا الاكل بحال الطبيعه فيه كتير كميات عاليه من الصوديوم، فمن هون اذا تجاوزت نسبه الصوديوم اللي بياخذها الإنسان الانسان خلال اليوم بتصير اثار الجانبيه والمشاكل الصحيه منها مثل ارتفاع ضغط الدم فمن هون نحن بنركز على نسبه الصوديوم اللي هي اهم شيء موجوده فيها لا. هذا اللي بنركز عليه الشيء الثاني نحن اكيد ذكرناه في الحلقات السابقه اللي هو عباره عن التعليب فدائما اكيد ما بعرف يعني كيف ما يكون ببلاستيك تقصدي اكيد مم. اول شيء ما تكون الافضل ما تكون في بلاستيك هذا الشيء الافضل مم. دائما نلجا للمياه المعلبه بالزجاج فهي افضل وصحيه اكثر مم. لانه نحن حكينا في ماده البولفينول اي اللي هي بي بي موجوده نعم. في البلاستيك اللي هي ممكن تاثر لاثار طريقه تخزين المياه كمان انه كلها غبره العلبه او شيء هذا اله دور تاريخ الانتاج للمياه لانه نحن بنعرف كل ما تم تاريخ الانتاج فترات طويله بتعدي عليها وهي معلبه بتصير عمليه التفاعلات ما بين البلاستيك وبين المي نعم. فبالعكس انا لما باخذ في بلاستيك اخذ منتج بفتره كتير قريبه فهذا الشيء برضه من الاخطاء الناس اللي بتتعامل فيها انه مثلا فضيت انينه المي بيرجعوا بيعبوها وبيشربوا فيها، فهي مش متعدده الاستعمالات استعمال واحد فقط لا غير. نعم، طيب من ناحيه اخرى هل هنالك فعليا حالات مرضيه او صحيه خاصه يعني يوصف لها مياه معدنيه بنوعيه خاصه ويكون فيها انواع معينه من المعادن؟ هلا اكيد مثلا نحن بنحكي عن المياه بحد ذاتها اللي هي ماده الصوديوم اللي هي اكثر شيء لازم يتركز عليه، مهم. لهي لمرضى ضغط الدم، مرضى القلب لانه نسبه الصوديوم لها اثار كثير جانبيه، حتى احيانا المي فيها نسبه الكالسيوم اللي هي بتفيد الجسم، فمثلا لما بنيجي نطلع فيها نسبه كالسيوم اكثر، اكيد افضل لاجسام بيكون عنده نقص كالسيوم، <applause> فمن هون حسب الانسان وقديش تحليل الدم عنده، هل هو عنده نقص كالسيوم؟ فبيجي بياخد المي اللي فيها نسبه كالسيوم اكثر، <applause> عنده مشكله في اكيد الصوديوم انا بتهيألي كل الناس لازم يلجاوا لنسبه صوديوم اقل، لانه نحن بناخذها مثل ما حكينا بكميات كثير كبيره من الاكل، فبنقللها بالشيء اللي نحن من نقدر عليه هدول الاشياء كثير منيحه نسبه المغنيسيوم اللي موجوده فيه في كتير اشخاص بحسوا بتوتر بقلق نحن حكينا المغنيسيوم قديش بيعمل راحه نفسيه للانسان فممكن أخد المي اللي نسبه المغنيسيوم فيها شوي اعلى لانه المغنيسيوم مجرد ما دخل الانسان بيريح وبيعمل استرخاء للخلايا العصبيه فمن هون حسب الواحد حالته فيه يقرر لكن اكيد كل المنظمات العالميه بتاكد على نسبه الصوديوم وخاليه من اليورانيوم من الزئبق من أكيد. هاي الاشعاعات اللي موجوده فيها من المواد هذه العنصريه اللي موجوده فيها نعم طيب هل يعني كم المياه العاديه ممكن احنا نشرب منها لتر او لترين او لا هي في كميات محدده لحتى ما يصير في اي ضرر للجسم ما فهمت السؤال عليك <تصفيق> <تصفيق> طيب هي الفكره انه هل ممكن هي كالمياه العاديه نحن نشرب لتر لترين لحتى نحافظ او لحتى ناخذ يعني الفائده منها ولا لا يعني في كميه محدده لازم ما, ن... ما يعني نزيد ]ها. عليها وما لا ما هلا كميه المي هي اللي بيحتاجها الجسم حكينا لترين ونص اللي هي حتى المياه المعدنيه ذات الشيء ممكن نحن بي... احنا... طبعا هي المياه المعدنيه هي نفس المي اللي بيحتاجها الجسم كثير اشخاص فسأل... ممكن تقول هذا بتختلف يعني لا هذا السؤال بنسمعه كثير وبنكتير لا الأشخاص. هي المياه المعدنيه هي المياه الصالحه للشرب مم. هلا حتى المياه اللي احنا اصلا نشربها هي عباره عن مياه معدنيه مو مياه عاديه معدنيه يعني سواء استخرجت وتعدلت من احنا حكينا او مياه ضافولها معادن حتى تكون صالحه للشرب فهي طبعا اضافه المعادن بتعطيها ميزات وخصائص اضافيه بس المياه المعدنيه هي عباره عن مياه الشرب يعني ما بنحكي انه مياه الشرب هي مياه مش معدنيه بالعكس هي مياه معدنيه لانه في اضافات معدنيه فممكن بعض الاشخاص بتخوف هو بيقولوا كمياتها لازم تكون اقل بالعكس نحن بنعرف انه كل جسم انسان بيحتاج المعادن لانه المعادن ما بتتصنع بجسم حلو. الانسان بنحتاج من مصادر خارجيه فالمي عباره عن مصدر للمعادن اللي نحن بناخدها فهذا الشيء كثير جميل مهم جميل طيب على صعيد اخر خلينا نحكي باضرار المياه المعدنيه وفعليا اه متى تحدث اصلا هذه الاضرار أضرار المياه المعدنية إن كانت مياه غير نقية، مم. عم ناخذ مياه غير صافية أكيد نستعملها بطرق مثلا لما يجي إنسان يروح على آبار مثلا آبار ارتوازية عبارة عن مياه معدنية لأنه بتاخذ المعادن من الصخور الموجودة، يشرب المي تكون المي غير نقية، غير معالجة، هاي من الأضرار اللي ممكن ياخذها الشخص، مم. في أضرار ثانية اللي حكيناها أكيد اللي هي المعلبة في البلاستيك، أكيد هاي من أضرارها اللي مم. ممكن تيجي مع الزمن اللي بتصير التفاعلات بين البلاستيك وبين المي، هاي من اضرار المياه المعدنيه من اضرارها الثانيه انه تكون نسبه الصوديوم كثير عاليه طبعا في مياه معدنيه نسبه الصوديوم فيها عاليه مم. واعلى من الحد المسموح فيه فمن هون هي برضه من الاضرار اللي موجوده لكن اكيد يعني حاليا في الاسواق مستحيل نلاقي مياه معدنيه موجود فيها الزئبق اليورانيوم مم. او الحديد بنسب كتير عاليه بالعكس هي تعالج قبل الاستعمال وقبل اللي هو عمليه التعليب نعم طيب كثير من الاشخاص ممكن ما بيحبوا المياه العاديه او ما بيحبوا المياه مم. بحد ذاتها ان كانت عادية او معدنيه كما يقال بيروحوا للمياه المنكهه فهلا المياه المنكهه هل ممكن تكون هي يعني مضره بالنسبه لهم ولا لا ممكن يشربوها هلا العيب اللي في المياه المنكهه انه هي بتصير اضافه للسكر لها واضافه السكر يعني اضافه سعرات حراريه عم بتزيد في الوزن عم بتزيد فالتعب والارهاق كل ما زاد الوزن اكيد فهذا العيب الرئيسي للمياه المنكهه هلا هي اكيد نحن نحكي هي بديل للمياه للاشخاص اللي ما بيشربوا المياه تماما لكن البديل الامثل بلا ما ياخذ المياه المنكهه الجاهزه فيه يعملها هو بنكهاته سواء يقطع فيها الفواكه او الليمون فبتكون هون مياه منكهه واخذ المي اللي هي المفروض انه ياخذها يعني نفس الشيء ما بيزيد فيها اي سكريات المياه المن... طبعا بتزيد سكريات كمان بالضبط بتزيد فيها سكريات لكن سكريات الفواكه اللي موجوده واحنا لو بدك تفترضي انت حتحطي فيها قطعه فواكه مثلا او ثنتين حتكون كميه قليله مقارنه بالمعلبه المعلبه حتى يعطوها النكهه ما بيحطوا مجرد الفواكه الطبيعيه اكيد بيحطوا الفواكه عن طريق التصنيع اللي هي السكريات المصنعه فبتكون بالعكس مضاعفه كثير بمعدل السعرات الحراريه اللي موجوده فيها طب عاده يعني هي المياه المعدنيه المنكهه اصلا بتكون بعلبه او ازازه صغيره يعني في حال انه الشخص مثلا شرب له ازازه او علبه في اليوم هل هذا الشيء يعد يعني مضر ولا لا عادي ممكن تمشي الامور وما يعني ما هاي الكميه ما بتاثر فعليا هلا احنا ما رح نحكي مضر هو فعليا مش مضر لحتى نحكي احنا مضر او لا لكن هو وين الضرر بصير ان كان الانسان ما بيحسب مجموع السعرات الحراريه اللي بياخذها بصير التاثير عليها لكن انا لو عارفه نفسي مثلا مقداري من السعرات الحراريه 1000 سعره حراريه انا اخذت ال 800 وحسبت انه ال 200 عن طريق المياه المنكهه هون ما عندي مشكله بالعكس انا اعطيت الفائده جسمي انه انا اخذت المي اللي ممكن ما بتقبلها بالوضع الطبيعي وبنفس الوقت انا ما تجاوزت السعرات الحراريه اللي انا بحتاجها خلال اليوم لكن التركيز وين انه نحن ما نكثر من الغازات اللي موجوده في المياه لانه كثره وجود الغازات اللي موجوده في المياه اكيد لها اثار سلبيه احنا ما بنحكي انه هي مش انه ما لها فوائد بالعكس لها فوائد للجسم لكن كثرتها والاعتماد عليها حتعمل اثار سلبيه للجسم مثلا الآثار السلبية تعمل الإنتفاخ أحيانا الإمساك ممكن تصير فمن هون ما فينا نعتمد عليها بشكل كتير رئيسي طبعا اكيد الاشخاص المعرضين لهشاشه العظام بتاثر عليهم بشكل سلبي، ممكن تعمل تسوس الاسنان لانه احنا حكينا فيها سكريات واذا اعتمدنا عليها مي فممكن نشربها باي وقت، فمن هون السكر صار يترسخ عندنا في الاسنان، فهذا الشيء اكيد كثير غلط، نسبه الفسفور الموجوده في المي كمان لازم نركز عليه لانه كل ما علي الفسفور بيصير اثار على الجسم على الاسنان على العظام، ففي اثار عكسيه حتصير، فاكيد نحن كل انسان في يجي يشوف منظمه الصحه العالميه شو المواصفات والمقاييس المفروض تكون للمي ففي ارقام موجوده فينا نقراها ونشوف هل هي مطابقه لهذه المواصفات او لا <تصفيق> <تصفيق> نعم طيب اذا حكينا عن حاله معينه عن الحوامل ممكن انه يشربوا هاي المياه منكهه اذا كانوا ما بيرغبوا المياه العاديه ولا لا هلا انا بفضل اكيد لا بفضل يعتمدوا على المياه اللي هم ممكن يعملوها بنكهتهم هم بالفواكه تبعتهم مم. افضل اول شيء نسبة للسعرات الحراريه والسكر اللي موجود ثاني شيء للغازات اللي موجوده لانه الغازات اللي بتتواجد عباره عن ثاني اكسيد الكربون بينضاف للمي وبتصير تفاعلات حتى يعطوا الغازات اللي موجوده فيها مم. كمان فهاي الها حيكون تاثير عكسي مع الكالسيوم لانه احنا بنعرف الحوامل بتزيد بتزيد حاجتهم للكالسيوم بالاضافه انهم بياخذوا الفيتامينات حتى الحاجه لهم فهو بياخذ شيء صار يعطيه عكس المفعول المفعول المفروض يعمله من السبلمنت اللي هو بياخذها طيب ايضا حاله اخرى مثلا مرضى الكلى هل تعتبر هذه المياه يعني مضره او مفيده بالنسبه لهم هلا بالنسبه لمرضى الكلى اكيد المي هي كثير مهمه وفي مقاييس معينه للمي لكن نحن بنيجي للنكهه ليش لانه في بعض النك بتعلي نسبه الفسفور او نسبه البوتاسيوم او نسبه الصوديوم اللي موجوده في المي ومرضى الكلى اهم ثلاث عناصر لازم يتركز عليها الفسفور والبوتاسيوم والصوديوم صحيح. فهو ان كان بيشرب المي انه لانه ممكن اشخاص ما بيركزوا انه المي فيها هدول متواجدين صحيح. بيشرب المي وهو مش مركز انه هدول ثلاث عناصر موجوده صار يزيد عنده الاستهلاك من هدول الثلاث عناصر وبتصير له اثار سلبيه اكيد نعم يعني صراحه النصائح قيمه وجميله شكرا كثير لك ولوجودك معنا اليوم اختصاصيه التغذيه امي المدارات شكرا لكم